السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ نتكلم في أول محاضرة في الثيرموداينامكس أو اللي هي الحرارية. فهنبدأ نتعرف على شوية ديفينيشنز ومسميات جديدة اللي هي بنشتغل بيها الجزء بتاع الحرارية كله. أول حاجة هنتكلم عليها طبعا هي التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، ودي هنديها رمز تي. والهيت انرجي اللي هي الطاقة الحرارية أو الحرارة، وهنديها رمز كيو. وهنتكلم كمان على حاجة اسمها الفيز تشينجز اللي هي التغييرات اللي بتحصل في أطوار المادة أو في حالات المادة. إن كلنا عارفين إنه المادة بتاعتنا موجودة في 3 حالات، اللي هي السوليد ستيت أو الحالة الصلبة، والحالة السائلة اللي هو الليكويد ستيت، والحالة الغازية اللي هي إن يكون عندنا فيبر كده. فدول هم الثلاثة فيزس، بنسميهم فيزس أطوار المادة أو الثلاثة ستيتس بتوع المادة. هنتكلم على إزاي نتنقل من ستيت للتانية النهاردة، وهنشوف إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نتعرف عليها. أول حاجة هنتعرف عليها زي ما قلت هي الديفينيشنز، إن إحنا قلنا التمبريتشر أو درجة الحرارة هنديها رمز تي. ودرجة الحرارة هي ميجر أو هي معيار أو مقياس لإن أنا أعرف هاو هوت أور كول الأوبجكت بتاعنا ده، الجسم بتاعنا ده قد إيه هو سخن أو بارد. كلنا درسنا قبل كده إن درجة الحرارة طبعا بتتقاس باللي هي درجة الحرارة المئوية أو اللي هي السيليزيوس، الرمز بتاعها سي. وممكن كمان تتحول درجة الحرارة لإنها تتقاس بالكلفن، فدول هما التو يونتس اللي بقيس بيهم درجة الحرارة. طب لو أنا عايز أجيب درجة الحرارة بالكلفن، إزاي أحسبها من درجة الحرارة اللي بالسيليزيوس؟ لو عندي درجة الحرارة بالسيليزيوس أجمع عليها 273 273، أبقى أنا كده حسبت درجة الحرارة بالكلفن. يبقى الزيرو سيليزيوس درجة الحرارة الصفر المئوي، دي قصادها درجة حرارة 273 كلفن. طيب بعد كده هنتكلم على إنه في حاجة اسمها ثيرمال كونتاكت، إن أنا لو جبت جسمين جنب بعض بحيث إنه أصبح الجسمين دول في حالة كونتاكت، بحيث إنه أو في حالة اتصال، بحيث إنه الجسم الأول ده مثلا اسمه إيه وجسم تاني هنا اسمه بي، وممكن الحرارة تتنقل، ممكن الهيت أو الحرارة تتنقل من أوبجكت للتاني، فده بنسميه ثيرمال كونتاكت. إنه الهيت كان بي ترانسفير، تقدر تتنقل من أوبجكت للتاني. طب هي هتتنقل من مين لمين؟ طبعا هي هتتنقل من الأوبجكت اللي ليه درجة حرارة كبيرة. فلو أنا فرضت إنه التمبريتشر عند إيه ده أكبر من درجة الحرارة عند بي، فبنقول إنه في إنرجي بتتنقل، في طاقة بتتنقل من الأوبجكت ده للأوبجكت ده. الحرارة الإنرجي الطاقة اللي بتتنقل دي بنسميها الهيت انرجي. يبقى الهيت انرجي هي طاقة، هي انرجي اللي احنا هنسميها كيو. يبقى الهيت انرجي هي الكيو، هنديها رمز كيو. هي الانرجي اللي هي بيحصل لها ترانسفير اكروس الباوندري، في حدود ما بين اوبجكت للتاني، او ان الجسم ده برد يعني فقد حرارة او فقد انرجي، او سخن يعني جين انرجي او جين هيت انرجي. الحرارة دي بتتنقل due to temperature difference، لازم يكون في فرق في درجة الحرارة ما بين الـ two objects دول أو الجسمين دول علشان الحرارة تتنقل من الجسم السخن للجسم البارد. وممكن تحصل مع الـ surrounding، ممكن تحصل مع الـ surrounding. لو أنت عندك كوباية مية كده مثلا سخنة وسبتها في الغرفة ودرجة حرارة الأتموسفير أو الغرفة حوالينا أقل من كوباية المية دي، فبنلاقي انه الهيت في انرجي بتخرج من الكوبايه دي بتروح للسراوندنج او للغرفه حواليها. ايه الهيت اللي بتكروس الباوندري دي؟ انه في كيو لوست، درجه حراره، في كميه حراره بتفقد من الجسم ده. طيب دلوقتي قلنا ان كيو دي انرجي، هيت انرجي هي انرجي، يبقى يا ترى اليونت بتاعتها ايه؟ اليونت بتاعت الانرجي كلنا واخدين على ان احنا بنعملها جول، لكن لاسباب تاريخيه جرى العرف يعني من زمان جدا هم اتعودوا انه الهيت انرجي بالذات هي اشتغلوها بيونت اسمها الكالوري. الكالوري فيا ترى ازاي احول بيبقى الكالوري دي يونت برضو بنقيس بيها الانرجي، بس هي اكبر من الجول.
أكبر من الجول، بحيث إنه 1 كالوري، 1 كالوري هو 4.18 جول. يبقى أنا علشان أحول من الكالوري للجول بضرب في 4.18. يبقى أنا لو أنا عندي 1 كالوري أضرب في 4.18 أجيب الإنرجي بالجول. طيب لو أنا فرضت إن أنا التو أوبجكتس بتوعي اللي أنا حاططهم وفي بينهم ثيرمال كونتاكت والكلام ده، وفي إنرجي ترانسفير، وإن الحرارة عمالة تتنقل من الهيت، قصدي الهيت عمالة تتنقل من الجسم السخن للجسم البارد زي ما قلنا، يا ترى إمتى الهيت ترانسفير ده يتوقف؟ إمتى نقل الحرارة ده ما بين الاتنين هيتوقف؟ هيتوقف بالتأكيد لما التمبريتشر بتاع يتقل والتمبريتشر بتاع بي تزيد، بحيث إن الاتنين يبقوا إيكوال، الاتنين يبقوا متساويين. لو أنا حطيت جسمين ليهم نفس درجة الحرارة جنب بعض مش هيبقى فيه إنرجي ترانسفير، فهيحصل حاجة اسمها ثيرمال إيكوليبريم. ثيرمال إيكوليبريم اتزان حراري، بالعربي اتزان حراري. الاتزان الحراري ده معناه إنه الإنرجي ترانسفير ستوب، هتقف، مش هيبقى فيه أي انرجي ترانسفير ما بين الاثنين دول. طب ده هيحصل امتى؟ هيحصل زي ما بقول لما التمبريتشر بتاع الاوبجكت الاول تبقى زي التمبريتشر بتاعه الاوبجكت الثاني. يبقى احنا هنفهم ان احنا لو حطينا كذا اوبجكت مع بعض وبدا يحصل ترانسفير للانرجي، نقلت الحراره من الجسم الاول للجسم الثاني، هيحصل هيوصلوا في الاخر لثيرمال ايكوليبريم. الثيرمال ايكويليبريم معناه انه خلاص مفيش اي كيو، مفيش اي هيت ترانسفير، وان التمبريتشر بتاعه الاوبجكت الاول هتبقى قد التمبريتشر او درجه الحراره بتاعه الاوبجكت الثاني. طيب الزيروس لو اوف ثيرموديناميك ده قانون ظريف جدا والمعنى بتاعه واضح ومكشوف قوي، واحنا عندنا قوانين الثيرموداينامكس ارقامها 0 و1 و2، يعني الزيروس لو والفيرست لو والسكند لو. فالزيروس ده تحس ان هو يعني ايه مسميينه كده قانون على استحياء، يعني بيقول لك ايه، لو انت عندك تو سيستمز وهما في حاله ثيرمال ايكوليبريم مع واحد ثالث، يعني ايه بقى؟ يعني تخيل ان انا عندي سي في ثيرمال ايكوليبريم مع ايه، ثيرمال ايكوليبريم يعني متزن معايا حراريا، يبقى التمبريتشر بتاعت ايه بتساوي التمبريتشر بتاعت سي. ثيرمال ايكوليبريم يعني ما فيش هيت ترانسفير ما بين الاثنين دول، يعني معناها بمعنى كده الخلاصه ان التمبريتشر بتاعت ايه قد التمبريتشر بتاعت سي. كمان في تو سيستمز، خلي بالك مين الاولاني اللي هو سي في حاله ثيرمال ايكوليبريم مع ايه، والسيستم الثاني او اللي هو بي هو كمان في حالة ثيرمال إيكوليبريم مع إيه. طب كويس، يبقى دي برضو معناها إن التمبريتشر بتاعت دي هي التمبريتشر بتاعت إيه. طيب زن يبقى معناها إيه بقى؟ زن إيه بقى اللي بيقوله لنا القانون؟ بيقول إن all three التلاتة دول كلهم هيبقوا in thermal equilibrium with each other. يعني أنا هستنتج كده إن B و C هما كمان في حالة thermal equilibrium مع بعض. طب ما هو طبعا، ما هي لو التمبريتشر بتاعت إيه قد B والتمبريتشر بتاعت A قد C، يبقى التمبريتشر بتاعت A قد التمبريتشر بتاعت B قد التمبريتشر بتاعت C. يبقى all of them التلاتة كلهم مع بعض هيبقوا في حالة thermal equilibrium with each other. طب هل القانون ده أنا بستخدمه في المسائل؟ يعني هو قانون يبان إن هو بديهي قوي وأهبل قوي على إن أنا هل هلاقي له تطبيق؟ هل إزاي هطبقه ده في المسائل؟ أنا بطبقه إزاي في المسائل حضرتك؟ بطبقه بحيث إن هو لما يقول لي إن أنا عندي أوبجكت واحد وعندي أوبجكت اتنين وعندي أوبجكت تلاتة، في تلات أجسام أو أربع أجسام أو أي عدد من الأجسام، والأوبجكتس دول كلهم اتحطوا مع بعض وكانت التمبريتشر بتاع ده واحد والتمبريتشر بتاع ده اتنين والتمبريتشر بتاع ده تلاتة، هما إنيشيالي كانوا كده درجة الحرارة الابتدائية بتاعتهم كانت مختلفة، وبدأ يحصل هيت ترانسفير ما بينهم كلهم بعض، طبعا السخن يدي البارد وهكذا. فلما يجي يقول لي ان احنا وصلنا للثيرمال ايكوليبريم، لما وصلنا للثيرمال ايكوليبريم هقول على طول عشان اوصل للثيرمال ايكوليبريم لازم الثلاثه كلهم يوصلوا لتي فاينل از ذا سيم. تي فاينل از ذا سيم، درجه الحراره النهائيه لازم تكون هي هيها فور اول اوبجكتس، for all objects اللي موجودين في المسألة بتاعتي. يبقى إذا T final لازم تكون هي هيها
لكل الاوبجكتس اللي موجودين في المساله ما دام بداوا او ما دام بداوا باي درجات حراره ووصلوا في النهايه للثيرمال ايكوليبريم. عشان يوصلوا للثيرمال ايكوليبريم ده معناه ان التمبريتشر الفاينل ليهم هم كلهم بقى زي بعض. يبقى لو قال لي ان انا حاطط دول كلهم مع بعض عشان مثلا اسخن الاوبجكت واحد من تي واحد لحد مثلا 50 درجه، يقعد بقى في المساله يقول لي طب ما هو انا ما عرفناش تي 2 وتي 3 هيوصلوا فاينل لكام؟ ما هم كمان لازم يوصلوا لل 50 درجه عشان ايه؟ عشان التي فاينل لازم تبقى ذا سيم لكل الاوبجكتس عشان يحصل ثيرمال ايكوليبريم ليهم هم الثلاثه مع بعض. يبقى ده بالنسبة للجزء بتاع الفيرست لو اوف زيروز لو اوف ثيرموداينامكس. لسه الفيرست لو هنتكلم عليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. طيب هبدأ دلوقتي بقى في الجزء الثاني بعد ما عرفنا يعني إيه ثيرمال إيكوليبريم ويعني إيه كونتاكت ويعني إيه الكلام ده وتعرفنا على الهيت إنرجي والتمبريتشر. عايزين نشوف موضوع الفيز تشينجز ده اللي أنا بقول عليه، إن إحنا ممكن المادة بتاعتنا تتغير الحالة بتاعتها عن طريق إن أنا بديها هيت بديها كيو. طيب بس عايزين نتعرف برضو على شوية حاجات definitions للمادة زي specific heat. specific heat بتاعت أي مادة أو بنسميها الحرارة النووية بالعربي بنديها رمز C small. يبقى specific heat بتاعت أي مادة of substance بنديها رمز اسمه C small. يا ترى C small دي هتساوي إيه؟ C small دي هي كمية الحرارة، هي amount of heat energy، يعني هي Q، هي كيو اللي انت محتاجها ريكواير عشان تسخن 1 كيلو جرام من الماده دي خلاص درجه واحده مئويه. يبقى انا لو عندي 1 كيلو جرام من الماده، 1 كيلو جرام من الماده مثلا عند درجه حراره 20 وعايز اوصله ل 21، ده كده اني ارفع درجه حرارته دي درجه حراره مئويه. يعني اذا الواحد ده هو دلتا تي للتشينج، عايز ارفع درجه حرارته درجه واحده بس ارفعه من 20 ل 21. هتحتاج تديله كام؟ هتحتاج تديله سي. يبقى السي الكيو ساعتها الهيت هي نفسها السي، ده هو التعريف بتاع السبيسيفيك هيت، هي كميه الحراره اللي عايزينها عشان نرفع درجه حراره 1 كيلو جرام درجة حرارة واحدة. طب لو عايزين نرفعه درجتين أو عايزين نرفعه ثلاث درجات أو عايزين نرفعه خمس درجات، هنلاقي نفسك إن أنت تقدر تحسب لو أنت عندك 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام وعايز تسخنه من 20 ل 25، عايز ترفعه خمس درجات دلوقتي أو عايز ترفعه أي دلتا تي، هتلاقي نفسك تضرب السي في الدلتا تي، يبقى الكيو هتساوي سي في دلتا تي. بس الكلام ده كله على اني بتكلم على 1 كيلو جرام على 1 كيلو جرام. طب لو عندي بقى اي كتله ام، لو انا عندي الاوبجكت بتاعي او الكتله اللي عندي ام ما هياش 1 كيلو جرام، طب ما هو كل 1 كيلو جرام هتحتاج تديله سي دي تي. لو انت عندك 2 كيلو جرام هتديهم 2 سي دلتا تي، لو عندك 3 كيلو جرام هتديهم 3 سي دلتا تي. يبقى الرول العامه خالص إن Q هتساوي M اللي هي الكتلة أو الماس في الـ C الـ specific heat هتضربها في دلتا T اللي هو فرق درجات الحرارة. يبقى لو جينا نحاول نجيب الـ unit بتاعة C، لو جينا نحاول نجيب الـ unit بتاعة C، هقول لك استخدم كده من الـ equation دي، هتقول الـ C هتساوي الـ Q على الـ M دلتا T. يبقى أنا أقدر أقول إنها جول، لو فرضت إن الـ Q بتتقاس بالجول لكل كيلو جرام سيليزيوس، لكل كيلو جرام سيليزيوس، أو ممكن تقول إنها كالوري، لو فرضت إن الكيو بتاعتك بالكالوري، لكل جرام سيليزيوس. يبقى آدي الـ 2 units اللي ممكن يظهروا للـ C. يبقى الـ C دي الـ unit بتاعتها ممكن تبقى بالجول لكل كيلو جرام، في الحالة دي أنا محتاج أضرب الكتلة بتاعتي أستخدمها بالكيلو جرام، أو تكون كالوري في كل جرام، يبقى أنا محتاج أضرب الكتلة بتاعتنا هنا تكون بالجرام. طب دلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة، دلتا تي عايز أزوده 10 درجات، 5 درجات، 15 درجة، دلتا تي هنا ما يفرقش معايا هو بالسيليزيوس ولا بالكلفن، بدلتا تي دي لا ما تفرقش خالص إذا كانت هي سيليزيوس ولا كلفن، لأن لو أنت عندك جسم درجة حرارته 10 وعايز تزوده لدرجة حرارة 20، فدلتا تي بتاعتك هنا هو دلتا تي هيبقى
تي فاينل ماينس تي انيشيال، درجة حرارة نهائية ماينس درجة الحرارة الابتدائية. فلما تيجي تحسب دلتا تي هتقول تي فاينل ماينس تي انيشيال اللي هو 10 درجات. طيب لو انت ده كنت عامله بالكلفن يبقى 283، هنجمع عليها 273 ماينس دي درجة، عايز تسخنه لكام؟ عايز تسخنه ل 20، هي دي كمان بالكلفن، بالكلفن تبقى 293. طب يا ترى كده لما تيجي تحسب دلتا تي، تي فاينل ماينس تي انيشيال هتلاقي تطلع كام؟ تطلع برضو 10 كلفن او 10 سيليزيوس. التمبريتشر ديفرنس ما بيهمنيش اليونت بتاعته، يعني هنا السيليزيوس هي نفسها دلتا تي بالكلفن، دلتا تي از ذا سيم، يعني دلتا تي اشتغلتها بالكلفن زي ما تشتغلها بالسيليزيوس. لو جينا نبص على الجداول اللي موجوده في الكتب هتلاحظ انه هنا هو بيقول لي السبيسيفيك هيت اوف سام سبستانس، سبستانس يعني ماده، سبستانس يعني ماده، ادي السبيسيفيك هيت بتاعه مواد مختلفه، مثلا الكبر، النحاس، السبيسيفيك هيت بتاعته الايرن، الجولد، السيليكون، السيلفر. لما نيجي نبص هنا على الايس هنلاقي انه ليه سبيسيفيك هيت مختلفة عن السي، السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر مختلفة عن السبيسيفيك هيت بتاعت الستيم، الستيم ده اللي هو بخار المية، بخار الماء، والمية طبعا اللي هي الووتر، والايس اللي هو التلج. يبقى اذا السبيسيفيك هيت اللي هي السي بتختلف من مادة للتاني، وبتعتمد كمان على الستيت، بتعتمد على الحالة اللي المادة فيها، هل سوليد غير الليكويد غير الجازيوس ستيت، يعني التلاتة دول كلهم بتوع ميه، بس هتلاحظ ان الميه في الليكويد ستيت في الوضع السائل بتاعها بتحتاج حراره اكتر عشان تسخن عن لو هي ستيم او لو هي ايس. السي بتاعها هنا اكبر، احنا السي دي ما في دماغنا هي ايه كميه الحراره اللي محتاجها عشان ارفع، قلنا 1 كيلو جرام من الماده درجه واحده بس. طيب الكلام ده كله بفرض ان انا بستخدم القانون بتاع كيو بتساوي ام سي دلتا تي. لو انا في سيم ستيت، لو انا فضلت في سيم ستيت او في نفس الحاله او في نفس الفيز في نفس الطور، يعني عندي ميه مثلا وسخنتها 10 درجات وفضلت ميه برضو، او عندي كبر مثلا وعايز اسخنه هيفضل طبعا في الحاله الصلبه حته نحاس وهتفضل قطعه صلبه من النحاس. لكن لو احنا بقى عدينا على فيز تشينج هيحصل تغيير في الفيز، هيطلع لنا حاجه ثانيه من التعريفات اللي احنا محتاجينها اسمها اللاتنت هيت، الحراره الكامنه بالعربي، الحراره الكامنه. ايه هي الحراره الكامنه اللاتنت هيت دي؟ هي الاماونت اوف هيت، هي الكيو اللي انت محتاج تديها للاوبجكت او للجسم بتاعك، للماده محتاج تديها لاي سبستانس لواحد كيلو جرام من المادة دي علشان تتشينج الفيز بتاعها، تغير الطور بتاعها أو تتشينج الستيت، تغير الحالة بتاعتها. طب التغيرات اللي احنا عارفينها هي عبارة عن ايه؟ ان يكون عندي سوليد ويتحول ليكويد، عندي مادة صلبة وتتحول للحالة السائلة اللي هي بنسميه ميلتينج، اللي هو الانصهار، ميلتينج أو فيوجن، خلاص دي عملية الانصهار، تحول من صلب لسائل. وحاله ثانيه اللي هي بيحصل فيها فيز تشينج ان يكون عندي ليكويد ويتحول لجاز، ان يكون عندي سائل ويتحول للحاله الغازيه، ده اللي هو عمليه الغليان البويلنج او الفابورايزيشن، التبخر. فيبقى احنا عندنا حاجه كميه من الحراره بحتاج اديها للماده علشان احول الستيت بتاعتها. طب التحول ده بيحصل فين؟ ده بيحصل عند درجات حرارة محددة، يعني عملية الانصهار دي بتحصل عند درجة حرارة بنسميها درجة الحرارة بتاعت الميلتينج، درجة حرارة الانصهار. يبقى درجة الحرارة دي هي درجة الحرارة اللي بتحصل عندها عملية الميلتينج، وهنا درجة الحرارة اللي بيحصل عندها البويلينج أو الغليان بنسميها تي في لفابورايزيشن، التي بتاعت الفابورايزيشن او البويلنج ممكن نسميها تي بويلنج، اللي هي درجه الحراره اللي بيحصل عندها البويلنج. يبقى انا لو عندي مثلا تلج، لو انا عندي تلج 1 كيلو جرام
من الايس عند درجة حرارة زيرو. هي دي درجة الحرارة اللي بيحصل عندها الميلتنج فعلا، اللي هيبدأ يحصل عندها الانصهار، وممكن الايس ده يتحول لمية. واديته ال L بنسميها ال M، حرارة الميلتنج، الحرارة الكامنة latent heat of melting، اديته ال M. ففي الحالة دي هيقوم عامل ايه؟ درجة حرارته هتفضل ثابتة مش هتتغير، لكنه هيتحول لايه؟ لووتر عند درجة حرارة زيرو. يبقى الهيت اللي خدها دي بيعمل بيها ايه؟ بيكسر بيها البونز، بيكسر بيها الروابط اللي موجودة بين المولكيولز، ويتحول من الحالة السوليد للحالة الليكويد. يبقى ال M هي latent heat of melting، هي الحرارة الكامنة للميلتنج للانصهار يعني، وبديها الواحد كيلو جرام من المادة. طب لو أنا ما عنديش واحد كيلو جرام، عندي 2 كيلو جرام، هحتاج أديله 2 LM. لو أنا عندي 5 كيلو جرام هحتاج أديله 5 LM. لو أنا عندي 10 كيلو جرام هحتاج أديله 10 LM. يبقى المعادلة اللي أقدر أحسب منها الكيو هي إني أشوف الكتلة اللي عندي كام وأضربها في LM. LM دي اللي هي اللاتنت هيت بتاعة الميلتنج. طب لو أنا عايز أعمل تبخير، عايز أحوله لفيبور أو للجازيوس ستيت، هحتاج أديله اللاتنت هيت بس بتاعة الفابورايزيشن بنسميها LV. يبقى هحتاج أضرب الM في LV. يبقى هنا اللاتنت هيت دي هي الحرارة اللي أنت بتديها للجسم عند درجة حرارة الميلتنج أو عند درجة حرارة البويلنج عشان تحوله من حالة لحالة. بيعمل إيه هو بالحرارة دي لما بياخدها؟ درجة حرارته ما بتزيدش، لكنه بيكسر البونز والروابط اللي موجودة ما بين المولكيولز والجزيئات وبعضيها، ويبدأ المولكيولز تتحرر ويتحول الجسم بتاعنا من حالة لحالة. لو جينا نبص هنا على الجدول ده، هتلاحظ ان الجدول ده نقدر نقسمه نصين كده. النص ده بتاع البويلينج واللاتنت هيت بتاعة الفابورايزيشن اللي احنا قلنا اسمها LV، وهنا درجة حرارة البويلينج، وهنا درجة حرارة الميلتنج أو الانصهار، وهنا ال LM اللي هي اللاتنت هيت اللي أنا محتاجها. يبقى إذن ال LM دي عشان أحول من سوليد لإيه؟ لليكويد. عشان أحول من سوليد لليكويد. وال L فيبور دي بحتاجها علشان أحول من ليكويد لفيبور أو لجاز. تمام؟ طيب اللي احنا محتاجين نبقى حافظينه وعارفينه في الجدول ده، طبعا درجات حرارة الميلتنج والبويلنج للمواد المختلفة مش محتاجينها ان احنا نبقى حافظينها، لكن بتاعة المية بالذات الووتر، درجة حرارة الانصهار اللي بيحصل عندها تي ميلتنج، اللي بيحصل عندها تحول من ايس من تلج المية زيرو، ودرجة حرارة التبخر او البويلنج الجليان اللي بيحصل عندها التحول من ليكويد لفيبر اللي هي 100 او 100. طبعا الارقام بتاع ال M وال LV لو حبينا نبص على اليونت بتاعتهم، احنا قلنا الكيو معادلتها M ال M او ال MV. يبقى ال L دي اللي هي اللاتنت هيت بتاعه الميلتنج او بتاعه الفابورايزيشن، هتجيب اليونتس بتاعتها ازاي؟ ده دي كيو على M، كيو على الكتله. فهتلاحظ انها جول لكل كيلو جرام زي ما موجود في الجداول هنا، هتلاحظ ان اليونت بتاعتها جول لكل كيلو جرام، او ممكن تبقى كالوري لكل جرام، ممكن تبقى كالوري لكل جرام. بالنسبه للميه، الارقام اللي انا بحب اتعامل معاها بالنسبه للميه، هعمل جدول هنا كده صغير. الارقام بتاعت السي ووتر والكلام ده ارقام سهله قوي وظريفه في حالة الووتر، يعني فور ووتر، عشان معظم المسائل بنشتغل مع المية وكده، هتلاحظ ان الارقام دي ظريفة قوي لو اشتغلتها بالكالوري. ان السي بتاعت الووتر 1 كالوري لكل جرام، لو اشتغلت بالجرام والكالوري والجرام، بتلاحظ ان الارقام ظريفة قوي بالنسبة للمية. السي بتاعت الايس 0.5 كالوري بالجرام. سي بتاعت الستيم اللي هي الحالة البخارية، البخار، المية، هنا برضو قريبة أو من نص، يعني ممكن نشتغل بيها على إنها نص برضو مش هتفرق. وال LM اللي هي الحرارة الكامنة للانصهار 80 كالوري
بير جرام، والحرارة الكامنة بتاعة أو latent heat for vaporization، latent heat for vaporization اللي بي 540 كالوري بير جرام. يبقى الجدول ده بيبقى يعني هو من الحاجات الحلوة قوي، بتسهل المسائل وبتسهل التعويضات في المسائل لو اشتغلنا بكالوري والجرام بالنسبة للمية بالذات. المسائل كتيرة فيها مية، فالأرقام دي بتبقى تسهل عليا الحسابات كتيرة قوي وأنا بشتغل في المسائل. تعالوا نتكلم على آخر حاجة بقي لنا هنا، حاجة اسمها الهيت كاباسيتي، ويا ترى إيه فرقها عن السبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت رمزها سي سمول، ودي بتتعرف لأي سبستانس أو لأي مادة. يعني قلنا مثلا الحديد ليه سبيسيفيك هيت، الايرن، السيلفر، الفضة، الذهب، أي مادة ليها سبيسيفيك هيت. لكن الهيت كاباسيتي دي بتبقى خاصة بأوبجكت معين، عشان كده أنا كاتباها هنا بفونت كده وبوضوح، ان الهيت كاباسيتي دي بتبقى خاصه باوبجكت معين. يعني يجي يقول لي الاوبجكت ده الهيت كاباسيتي بتاعته، اللي هي ايه الهيت كاباسيتي؟ اماونت اوف هيت، دي هي كميه الحراره الكيو اللي محتاجها الاوبجكت ده بالذات. يبقى اذا الهيت كاباسيتي هنا خاصه بالاوبجكت، بتتغير من اوبجكت للتاني، من جسم للتاني. هي الاماونت اوف هيت ريكوايرد عشان ارفع درجه حراره الاوبجكت ده نفسه درجة حرارة واحدة بس. يبقى أنا لو قال لي إنه الهيت كاباسيتي، الهيت كاباسيتي هنسميها سي كابيتال بتاعة مادة معينة هي عبارة عن 30 جول، 30 جول بير سيليزيوس، ده معناها إيه؟ إن أنت عشان ترفع درجة حرارة المادة بتاعتك، أو مش المادة بقى، درجة حرارة الأوبجكت ده، عشان ترفع درجة حرارة الأوبجكت ده درجة واحدة بس، محتاج تدينه 30 جول. طب عشان ارفع درجه حرارته 5 درجات او 10 درجات او 20 درجه، هنا ما الام ما بتبانش معايا، الام بتبقى داخله في الهيت كاباسيتي دي، الكتله بتاعه الاوبجكت ده بتبقى داخله في الهيت كاباسيتي دي، بحيث انه الهيت كاباسيتي دي لو انا فرضت ان الاوبجكت كتلته ام اوبجكت، دي هي الكتله بتاعته، فالهيت كاباسيتي دي هي عباره عن حاصل ضرب ام اوبجكت مضروبه في السي سمول اللي هي السبيسيفيك هيت. يبقى هو لو اداني الهيت كاباسيتي كانه مديني الاثنين دول مع بعض، مديني حاصل ضرب خلاص الكتله بتاعه الاوبجكت في السبيسيفيك هيت. يبقى انا كده لو عايز احسب الكيو ناقصني ايه؟ لو عايز احسب الكيو، الكيو احسبها على انها السي كابيتال اللي هي الهيت كاباسيتي اضربها في دلتا تي على طول. هنحتاج نضربها في دلتا تي على طول. يعني هنا لو انا عايز اسخن الاوبجكت بتاعي ده درجتين 2 سيليزيوس، دلتا تي بتاعي 2 سيليزيوس، يبقى هحتاج اديله 60 جول. ليه؟ لان هو مديني السي كابيتال كلها على بعضها، والسي كابيتال دي هي ام كتله الاوبجكت مضروب في السبيسيفيك هيت. هتلاحظ اليونت بتاعتها جول بير سيليزيوس. يبقى الهيت كاباسيتي بالنسبه لي رقم مش هلاقيه في الكتب، مش هلاقي في الكتب الهيت كاباسيتي بتاعت الاجسام، لان احنا عندنا مليون الف عشرتاشر يعني كميات رهيبه من الاوبجكتس موجودين في حياتنا، فمش ممكن يبقى في الجداول موجود الهيت كاباسيتي بتاعت كل اوبجكت كام. انا ما نعرفش اي اوبجكت هو كتلته كام، ولا هو معمول من ماده ايه، ولا اي حاجه. لكن اللي هنلاقيه في الكتب هو السبيسيفيك هيت اللي هي بتبقى خاصة بمادة معينة، السبيسيفيك هيت بتاعة الحديد، السبيسيفيك هيت بتاعة الجولد، السبيسيفيك هيت بتاعة المية. هنا مش داخل فيها كتلة المية اللي احنا بنتكلم عليها كام، ولسه بنحتاج السبيسيفيك هيت، بحتاج اضربها في الام كتلة الجسم بتاعي. طيب اخر حاجة بقية معانا دلوقتي ان احنا نشوف يا ترى الفيز دياجرام اللي هو بقى التحول من حالة لحالة. هفرض ان انا عايز احسب الكيو، عايز احسب الكيو الهيت انرجي، فايند الهيت انرجي الكيو اللي هي ريكوايرد عشان احول 1 كيلوجرام من الايس والتلج ده عند درجه حراره ماينس 20 لستيم، ستيم بخار عند درجه حراره 130. عايزين نحول ايس، يبقى هنا احنا بادئين من الحاله السوليد وعايزين نحوله لستيم عند درجة حرارة
130. فأنا هبدأ أرسم إزاي التحول ده هيحصل، إزاي هنتحول من آيس للستيم، وهفرض إن هنا عندنا التمبريتشر درجة حرارة، وهنا الإنرجي آدد اللي هي الكيو، الإنرجي آدد أو الحرارة اللي إحنا محتاجينها، وبنبدأ ندي حرارة لمكعب التلج ده، وهنفرض إن التلج ده بادئ زي ما قلت إن أنا عندي هنا آيس عند درجة حرارة ماينس 20، وبعدين هبدأ أديله هيت، أدي أول شوية حرارة هنحتاج نديهم له اللي هي إم آيس كتلة التلج ده في السي بتاع حالة طبعا الآيس، وعايزين نسخن الآيس من ماينس 20 لإيه؟ لزيرو، أدي أول حاجة عايزين نعملها، فدلتا تي بتاعتنا هنا هتبقى عبارة عن 20 درجة اللي هي فاينل ماينس انيشال، فاينل زيرو ماينس ماينس 20 يبقى درجة فرق درجة الحرارة 20. وصلنا هنا لآيس عند درجة حرارة 0 سيليزيوس، هنبدأ ندي حرارة عشان نفكك التلج ونكسر البوندز اللي موجودة، فيبقى احنا هنا هنحتاج ندي هيت اللي هي على حسب كتلة الآيس اللي موجود ده هنضرب في ال ام اللي هي اللاتنت هيت بتاعة الميلتين. لو اديته كمية الحرارة دي أبقى أنا وصلت هنا حولته بقى درجة حرارة، بص زيرو درجة حرارة الميلتينج زيرو، أدي التمبريتشر اللي هيحصل عندها الميلتينج، أدي التمبريتشر اللي هيحصل عندها الميلتينج، التمبريتشر مش بتزيد، ماشيين على خط أفقي بالمنظر ده، مفيش زيادة في التمبريتشر، لكن هنوصل لووتر عند درجة حرارة زيرو، هنوصل لووتر عند درجة حرارة زيرو، بعد كده الووتر دي إيه اللي هيحصل لها؟ هنبدأ نسخنها. كل حاجة اتمسحت ما عدا الحاجات اللي أنا عايزة أمسحها. طيب هنوصل، وصلنا الووتر عند درجة حرارة زيرو وهنبدأ نسخن، فهتلاحظ إن إحنا محتاجين ندي برضو محتاجين ندي إم آيس. واحد يقول لي طب ما تكتبيها إم ووتر، هقول لك لأ، خليك مسمي الإم بتاعتك هي هي إم آيس إم آيس إم آيس، كتلة المية اللي هتطلع بعد ما الآيس ما يسيح هي نفسها كتلة الإم آيس، فأنت المسائل بيكون فيها إم آيس وإم ووتر وكذا جسم مع بعض، فخليك ماشي كل الحاجات بتاعتك بنفس الاسم، حتى لو أنا هنا دلوقتي هضرب في السي ووتر، هضرب في السي بتاعت الحالة الليكويد، عشان إحنا دلوقتي هنا بقينا مية خلاص، في دلتا تي اللي هو بتاعنا هنا هيبقى 100 درجة عشان نسكن نوصل لمية، نوصل للنقطة دي هيبقى عندنا ووتر عند درجة حرارة 100، سخنا المية خلاص، ثم نبدأ ندي هيت تاني اللي هي إم آيس اللي بتاعت الفابورايزيشن، عشان أبدأ أبخر المية هنا وأوصل هنا لإيه؟ أوصل هنا بقى درجة حرارة هنا أهو، أمشي على خط أفقي إن أنا هنا الكلام ده هيحصل عن التمبريتشر بتاعة البويلينج اللي هي 100، قلنا محتاجين نبقى حافظينها للمية، محتاجين نبقى حافظين المية دي. هنوصل لستيم بخار عند درجة حرارة 100، وبعدين نبدأ نسخن الستيم ده، برضو هستخدم أدهي معادلة وأنا بسخن الستيم، هستخدم إم آيس، برضو مصممة إن إحنا نفضل ماشيين بنفس الإم، في السي بتاعت الستيم لأن إحنا دلوقتي في حالة البخارية، في دلتا تي اللي هو في الحالة دي هيبقى 130 ناقص 100، يعني عايزين نسخن 30 درجة عشان نوصل للستيم عن 130. طيب طبعا لو انا جيت بصيت عند نقطة زي كده، احنا قلنا هنا عندنا ايس عند درجة حرارة زيرو، هنا عندنا ووتر عند درجة حرارة زيرو، لو اي نقطة هنا ان بتوين كده ما بين هنا وهنا هيبقى عندنا ايه؟ لو احنا بصينا عند نقطة في المسافة ما بين ده وده، هنلاحظ ان احنا ما احناش تماما ايس وما احناش تماما ووتر، فاحنا نقطة زي كده عندنا فيها ميكتشر، عندنا خليط ميكتشر من الايس والووتر، من الايس والمية، ثلج ومية مع بعض، في خليط من الثلج والمية هنا لحد ما اوصل لانه يبقى كله مية وهنا كله ثلج، في الان بتوين ده هيبقى عبارة عن خليط بين الثلج والمية. يبقى لو بدأ مسألة وقال لي ان انا عندي ميكتشر من الايس والثلج، يبقى هو سايبني افهم ان الكلام ده عند درجة حرارة زيرو سيليزيوس، سيبني أفهم إنه الكلام ده مش هيحصل غير عند درجة حرارة زيرو سيليزيوس،
ونفس الفكرة هنا لو جينا نقول إن هنا عندنا water عند 100 وهنا عندنا steam عند 100، يبقى أي نقطة هنا هيبقى عندنا فيها إيه؟ هيبقى عندنا برضو mixture، عندنا خليط من ال water وال steam، water and steam. الخليط ده هيبقى لو قال لنا عندنا خليط من water and steam هنفهم إن هو موجود عند درجة حرارة اللي هي 100 سيليزيوس. لو قال لي عندي الميكتشر ده هفهم إن الكلام ده ما بيحصلش غير عند درجة حرارة 100. طبعا الكيرف ده ممكن أبص له على إني راجع بالعكس، إن أنا عندي ستيم سخن هيبدأ الستيم ده يبرد ثم يحصل له كوندنسيشن يتكثف ثم المية تبرد ثم بعد ما أجيب مية هنا يحصل لها إنها تتجمد وبعدين يبدأ التلج درجة حرارته تقل. يبقى الاتجاه ده أنا باخد هيت، والاتجاه التاني اللي احنا رسمناه في البداية كنا احنا وياد أو بنحط حرارة. فهناخد بالنا إن الكيو بيكون ليها إشارات، وممكن تكون كيو بوزيتيف وممكن تكون كيو نيجاتيف. احنا لو قلنا كيو بتاعتنا هي ام سي دلتا تي هتساوي ام سي تي فاينل ماينس تي انيشيال، فلو أنا بسخن الجسم ده ففي حالة التسخين في حالة الهيتنج تي فاينل أكبر من تي انيشيال، وبالتالي الجزء ده هيبقى بوزيتيف، فبنقول إن الكيو بتاعتنا بوزيتيف لأن هي ادد اتضافت للجسم، أضيفت الحرارة للجسم. طيب ولو لقينا إن احنا في حالة التبريد، حالة التبريد تي فاينل أقل من تي انيشيال، الجسم بتاعنا اتبرد فالتي فاينل بتاعته اقل من التي انيشيال، فهتلاحظ ان الحته ده هي نيجاتيف. طب لما تبقى نيجاتيف هنبقى الكيو ساعتها بنقول ايه؟ كيو لوست، اتفقدت، الجسم فقد حراره. يبقى اذا انا الكيو ممكن تكون بوزيتيف والكيو ممكن تكون نيجاتيف. ولما بنكون بندور على كميه الحراره كماجنتيود، لما نكون بندور عليها كماجنتيود ما بهتمش بإني أخد الإشارات معايا، لكن لو أنا بدور عليها إن هي added ولا lost ولا عايز أكتبها بالساين بتاعتها، فالساين بتاعتها ممكن تعبر لي عن هل هي added وضيفت ولا فقدت. تعالوا نشوف حاجة عملية كده. فأنا هفرض إن أنا عندي هنا كوباية تلج أهي عند درجة حرارة ماينس 50، وده هو الفيز دايجرام. هيبدأ دلوقتي الهيت تتحط وعايزين نحوله من initially starting state الحالة البدائية بتاعته solid لجاز، وهنعمل play هنشوف، هنلاحظ ان الحرارة كل ما الحرارة ما بتضاف هنا بدأنا عملية الميلتنج. خلال عملية الميلتنج اللي احنا ماشيين على الخط الأفقي، واحنا ماشيين على الخط الأفقي هتلاحظ عندك ايه؟ او ان عندك هنا خليط من المية اللي هي طبعا المية اللي هي المولكيولز المبعترة هنا دي موجودة. احنا عارفين انها بتتكون من H2O اللي هم 2 هيدروجين 1 اكسجين، فدي هم المولكيولز الجزيئات بتاعة المية هو اللي رسمها كده. والجزء الابيض ده يعني لسه فيه تلج لان انا ماشي على الخط ده. طب نكمل كده اما لحد ما التلج كله يسيح كده تبقى خلصت عملية الميلتنج. الحرارة اللي انا بديها دلوقتي كانت عند درجة حرارة زيرو، اول ما اوصل لاني بقيت ليكويد تبدأ درجة الحرارة تزيد وتبدأ المولكيولز تزيد الكينيتك انرجي والسرعة بتاعتهم والحركة بتاعتهم تزيد مع الانرجي اللي أنا بديها دي لحد ما نوصل لدرجة الحرارة المفروض اللي هي كام؟ اللي هي 100. عند 100 هيحصل عملية البويلينج، وعملية البويلينج هنلاحظ فيها إنه تبدأ المولكيولز دي تتحرر وتكسر البوندز تماما بعد ما يدوب في واحد ولا اتنين بيفلتوا من عند السطح كده، لكن لا دلوقتي دخلنا في عملية الفابورايزيشن. ادي العملية اللي بيبدأ الفوليوم بقى يقل يقل ويبدأ المية كلها تتحول لبخار، بس لسه درجة الحرارة ثابتة وانا بدي هيت لان انا هنا عندي ميكتشر، عندي الميكتشر هو من خليط من بخار اللي هو الجزء اللي فوق و مية. طبعا لو الكونتينر بتاعي ده مغلق او الاوضة دي مثلا مقفولة فانا هنا عندي الميكتشر اهو من الووتر والفيبر لحد ما نوصل لان كل المية تتحول لفيبر. يبدأ بعد كده الفيبر بتاعنا ده
درجة الحرارة بتاعته تزيد بعد ما عملية الفابورايزيشن كلها تنتهي، نخش في إن إحنا دخلنا في الجاز ستيت، وتبدأ التمبريتشر بتاعت المولكيولز والجاز ده تزيد درجة الحرارة بتاعته زي ما إحنا شايفين. لو حبينا إن إحنا نعمل العملية دي بالعكس، لو حبينا إن إحنا نقول له لأ، طب ابدأ لي من initial state gas، وهو هنا حط المولكيولز بتاعتنا والجاز هنا في كونتينر مقفول أهو، ليه؟ وعايزين نوصل لفاينل ستيت هي السوليد، فطبعا لازم هنبرد، فتلاحظ إن الدنيا حوالينا بقت متلجة عشان هيبدأ يبرد، وهنقول له بلاي، يبدأ بقى الكيرب ينزل من فوق، أنا عندي جاز والجاز ده أو الستيم بدأ يبرد، يبدأ هنا دلوقتي يحصل كوندنسيشن، إن المولكيولز دي واحنا عند درجة حرارة 100 لسه المولكيولز بتتحول وتبدأ تكون روابط ما بينها وما بين بعضها، اللي هي الروابط بتاعة الحالة السائلة، عملية الكوندنسيشن، إن المولكيولز اللي كانوا طايرين فريلي دول تماما يبدأ يتجمعوا مع بعض ويرجعوا للحالة بتاعة الليكويد ستيت. أول ما كله يبقى بقى ليكويد ستيت والكوندنسيشن يخلص، يبدأ الليكويد بتاعنا ده أو السائل يبرد، ويبدأ يبرد يبرد لحد ما يوصل لدرجة الحرارة اللي هي زيرو. لما يوصل عند درجة الحرارة اللي هي زيرو، قربنا عليها وخلاص، هيبدأ إنه يكون روابط أكتر، اللي هي عملية الفريزنج، يكون البوندز اللي بتعمل عملية الفريزنج. أنا هنا مثلا لحد درجة الحرارة دي يعتبر ده عندي خلال عملية الفريزنج كده، أنا لسه في ميكتشر من المية اللي هما التو مولكيولز اللي طايرين دول وآيس، لسه إحنا خلال عملية الفريزنج عندنا ميكتشر وخليط من شوية مية صغيرين قوي قوي قوي، ومعظمه خلاص بقى تلج لأن عملية الفريزنج قربت تخلص. أول ما كل المولكيولز اتكونت وبقى سوليد، بدأ إيه؟ بدأ خلاص نخش في إن إحنا بنبرد كمان التلج بتاعنا ده. نرجع نشوف أفكار المسائل اللي عندنا إيه؟ نبدأ نقول أفكار المسائل اللي عندنا إيه؟ أفكار المسائل اللي عندنا في الجزء ده إنه يكون عندنا thermal contact، في أجسام سخنة وأجسام باردة، فالconservation of energy أو مبدأ بقاء الطاقة هيقول إيه؟ إنه في أجسام هتفقد حرارة، يبقى فيه Q lost، وفي أجسام هتكتسب حرارة، في Q gained، في ناس هيفقدوا أو في أجسام هتفقدوا في أجسام هتكتسب. طب الحرارة دي لو إحنا فرضنا إن الأجسام دي محطوطة ومعزولة تماماً عن السراوندينج، وإن هو يدوب الهيت إكستشينج أو الحرارة اللي تبدلوها مع بعض دي هو ده الحرارة الوحيدة اللي موجودة أو ده مصدر الإنرجي الوحيد، فأنا أقدر أقول إنه أكيد الكيو لوست اللي فقد حرارة ده إداها للأوبجكت التاني اللي سخن، يبقى كيو لوست بتساوي كيو جين. طب ليه عملت المودلس ده؟ أنا عملت المودلس ده عشان زي ما أنا قلت لك من شوية إن الـ Q lost دي أساساً بتكون نيجاتيف، علشان دلتا T إن الـ T final بتاعتها أقل من T initial فهي بتكون نيجاتيف، فأنا يهمني الماجنتيود بس، أنا بشوف هو فقط كام؟ فقط 3 جول، طيب واللي اكتسب ده اكتسب 3 جول، فأنا يهمني إن الماجنتيود ده قد الماجنتيود ده، ما بدورش هنا على الساينز. أنواع الـ conservation of energy الثانية اللي ممكن تظهر لنا في المسائل بتاعتنا، إنه ممكن الـ heat energy دي تجيلي من أي فورم تاني من الـ energy، إزاي؟ مثلاً واحد يقول لك، واحدة من الأفكار اللي موجودة إن يقول لي أنا واحد كان عنده مسدس كده وبعدين طلق رصاصة، ففي بولت هنا انطلقت الرصاصة دي بفيلوسيتي اسمها V، وبعدين وقفت عند مكعب أطلقها على مكعب من أي مادة خلاص، ووقفت في جوه المكعب ده، المكعب ده من الخشب مثلا، ووقفت الرصاصة هنا، ويقول لك طب الرصاصة دي لما وقفت يا ترى زادت درجة حرارتها قد إيه؟ فأنا أجي أقول الرصاصة كانت بتتحرك، يعني كان معاها كاينتك إنرجي، طاقة حركة هاف إم في سكوير، أدي طاقة الحركة اللي كانت مع الرصاصة. طب لما وقفت في الخشب إيه اللي جرى لها؟ هقول إنه الكاينتيك انرجي دي انرجي خلاص تحولت الى هيت انرجي، تحولت الى كيو. طب الرصاصه بقى هتسكن بدلتا تي قد ايه؟ الحراره الرصاصه لما تقف هتوصل هتسكن دلتا تي قد ايه؟ هقوم قايل طب ما هي الكيو دي الحراره اللي هتسخن الرصاصه، هيبقى شكلها كده ام بتاعت البوليت او الرصاصه في سي سبيسيفيك هيت بتاعتها في دلتا تي اللي هو الزياده اللي هتحصل في درجه حراره الرصاصة، يبقى من هنا أقدر أطلع
دلتا تي، من هنا اقدر اطلع دلتا تي. يبقى هنا فكره من افكار الكونسرفيشن اوف انرجي، ان اي فورم او اي شكل من اشكال الانرجي يقدر يتحول لهيت. طب ده هو الشكل بتاعي، ان عندي كاينتيك انرجي تقدر تتحول لهيت او طاقه الحركه تتحول لهيت. الشكل الثاني اللي احنا كلنا عارفينه وحافظينه من اشكال الانرجي اللي هو البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي هي كمان ممكن تتحول لهيت. يجي يقول لك مثلا عندي كوين، عندي عمله كده من الكبر من النحاس، والعمله دي الكتله بتاعتها ام وكانت على ارتفاع اسمه اتش، وبعدين وقعت على الارض. طب لما وقعت على الارض سخنت دلتا تي، سخنت لكام؟ فرق درجات الحراره اللي هتسخنه الكوين دي. فاجي اقول نفس الكلام، هي كانت على ارتفاع ام جي في الاتش، كانت على ارتفاع معين، فكان معاها بقى المره دي بوتنشال انرجي، كان معاها بوتنشال انرجي. يبقى البوتنشال انرجي دلوقتي اللي هي الام جي اتش لما نزلت على الارض فقدت البوتنشال انرجي، راحت فين البوتنشال انرجي؟ بقت هي الكيو، هي الهيت انرجي اللي سخنت الرصاصه. فهقول الام جي اتش هي ام سي دلتا تي. طبعا اقدر اشيل الام من هنا والام من هنا، لان دول هم الام بتوع ايه؟ ام بتاعت الكوين بتاعت العمله دي، الام اللي هنا هي نفسها الام اللي هنا. يبقى سي هتساوي الجي في الاتش اقسمها على دلتا تي، ابقى طلعت السبيسيفيك هيت لو انا عايزه اطلع السبيسيفيك هيت، ولو عايزه اطلع الدلتا تي يبقى هقسم هنا ايه؟ اعملها كده اقول لو انا عايزه اطلع الدلتا تي اقول الجي اتش على السي. بس خلي بالي بس من اليونتس، انه عاده الانرجي دي اللي هي بتكون كاينتيك انرجي او البوتنشال انرجي بتكون مالها؟ بتكون بالجول. الكاينتيك انرجي بتكون بالجول، لو مستخدم ام بالكيلوغرام واستخدمت الفيلوسيتي متر على الثانيه يبقى دي بتكون بالجول. ويبقى لازم الحته الثانيه الناحيه الثانيه لما اقول كاينتيك انرجي بتساوي الكيو، لازم الكيو هي كمان تكون بالجول عشان اساوي جول بجول. ما ينفعش بقى اساوي جول بكالوري، يبقى لازم اخلي بالي بس وانا بحل النوع ده من المسائل ان انا احل اراجع اليونتس عشان اتاكد ان هي مظبوطه. اقدر اقول لكم دلوقتي ثانك يو، بخلصت الجزء ده وممكن نحل عليه مسائل ان شاء الله المره الجايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.